الناس عارفين وشايفين مين تاجر مواقف، مين بيتاجر بالمواقف، مين بيتاجر في المعارضه. دول انا بقترح على المجموعه دي ما تجيب لي الصوره يا ابراهيم، صورتهم صوره حلوه عشان الناس تشوف. دول انا شايف ان هم مش معارضه، دول المفروض يروحوا يقدموا في الغرفه التجاريه، دول تجار. انا شايف ان دول المفروض يبقى معاهم رخصه في التجاره، يروحوا يشتغلوا في الغرفه التجاريه، يبقى لهم نعمل شعبه خدمات او شعبه بيع اسهم وطنيه. الناس دي بتتاجر، بتتاجر باحلامنا، وبتتاجر بالبسطاء، وبتتاجر بالمبادئ، بتتاجر بالحاجات اللي احنا اتربينا عليها، العداله الاجتماعيه، حب الاوطان. دول بيتاجروا، بينام ينام ينام ويسافر ويجي ويجيب فلوس وياخد فلوس ويغير ويعمل، وفي الاخر يجي في موسم انتخابات يظهر قدام الناس ويحط كوفيه بتاعت فلسطين، يقول لك يحيى المسجد الاقصى وتحيا العداله الاجتماعيه ورحم الله عبد الناصر، وهو لا يعرف لا قضيه فلسطينيه ولا يعرف عبد الناصر ولا يعرف وطن. هؤلاء زي ما بقول تجار اوطان، دول مش معارضين، ونحن حتى هذه اللحظه ما زلنا في انتظار معارضين.